نحن راح نتعلم كيف بدنا نعمل مخالب للأصابع، مخلب. نعمل لها هيك، نطيه لهون، نعمل لها على الحفة، نعمل هيك، نعمل لها هيك. بعد ما بتصير هيك، شايفين هاي في بيناتهم فراغ، نعمل لها هيك، نطويه لتدق بهذا. اوكي، تدق بهذا، بعدين منقصها. نزيح هاي ونفتحها. بعد ما فتحنا، شايفين هذا الخط، نعمل له هيك، بين في خط، من عند الخط نعمل هيك لحد الخط، من عند الخط تماما على الخط نعمل هاي، نطويها تكون بوزين قدام يعني. وتاني وحدي كمان نفس الشيء، شايفينها كيف؟ انا بعمل هالشي اذا ما كانت مبينة عليكم كتير. شفتوا كيف؟ صاروا هن مثل بعض. نفتحهم، خط بالنص، نطويهم، نعمل هيك. بعد ما نعمل هيك، شوفوا النص، نطويها على، شايفين؟ على الخط تماما بالهذا. نعملها هيك، نعملها من هون هيك، من هون هيك، شايفين هاي؟ هلا نحن هيك ما لازم تكون، لازم تكون هيك. هذا الخط هيك لازم يكون من فوق عشان تعملوها من هون هيك، حسب انتو كيف بدكم اياها تكون. كبيرة كتير الاصبع، حسب الاصبع عندكم اياها. نعملها هيك، نحن نعمل هيك، ما نبوزي مثلا، نرجع نعيدها حتى تطلع مبوزي. لان هي طلعت ما عم بوزي، بس كنت عم بشرح لكم. نعمل نقلبها بوزي، نعمل لها هيك، نعمل لها هيك، شايفين كيف؟ نطويها عقدها، نعملها من هون هيك، نرجع نطويها هيك، نعمل لها هيك، بعدين نعمل لها هيك. سي شايفين كيف؟ شوفي هون في هاي حشب قلبها، حشب قلب هاي، شايفين كده حشب قلبها؟ انتو هيك رح تعملوا. هلا هيك هو خلص المخلب، بس بكون بعد قبل ما تعملوا تعملوا هيك عشان تصير هيك في بيناتهم فراغ. تعملوا هيك، شايفين كيف صار؟ انتو اذا بدكم فيك تعملوا 10، تعملوا كثير، وريفر. انا عملت واحد، وباي. حلقة سعيدة.